دبي. هذا في حديقة الخوض. في داخل هذا دولفين شو. هذا قرية البون سياحة. قرية البون سياحة. المهم لابورت اللي قريبه لبرج برج خليفه كيتخطوا ليا ابراج خوت ابراج دونك هنايا غادي ندخل من هاد لابورت. انا عندي رونديفو حيت كي قطعت التيكي قطعته من لوطيل. بالنسبه للثمن ديال التيكي تقريبا 550 درهم على حسب الاوقات، كل واحد على حسب الوقت ديالو. دونك البنات كيف ما قلت لكم كل واحد على حسب الوقت، كاين الوقت اللي كيكون شويه رخيص كاين الوقت اللي كيكون غالي. المهم انا خديت دابا مع 12 ان شاء الله. صافي هادشي اللي كاين. دونك هنايا انا راه دخلت دابا المول، غنمشي بعدا نشوف شحال خصك ديال الوقت باش تكوني حدا لابورت باش تطلعي. ودابا 11 وانا عندي مع 12 وديك الساعه باش نكون في الوقيته في لو رونديفو ديالي. ايوا هادشي اللي كاين حبيباتي. دونك عطيتكم الثمن، عطيتكم هذا الطاكسي بيان سور راه كيجي كل واحد على حسب، كاين المترو كاين هذا تاكسي اسرع ولكن اغلى. وكاين لي مترو كاين عندهم كلشي، لا بغيتو ديرو نتوما مثلا بانت لي واحد شي وحده بانت لي العبايات وانا
بانوا لي العبايات وانا نحبس الهضره عرفتوني انا مع العبايات. ايوا هادشي اللي كاينه حبيباتي. دونك اي حاجه ان شاء الله غادي نشاركها معكم. كما قلت لكم حبيباتي بالنسبه للفواياج اورغانيزي زوين، كتمشي مع الناس كتفوجي ما كتكونيش بوحديتك، وداكشي فيه دي زانكونفينيون فيه دي زافونتاج. لي زانكونفينيون انك كتبقاي دائما كتسناي بزاف، حيت دابا هذا بغا يتصور، هذا بغا يدير هذا هذا، يعني ماشي بحال كتكوني بوحدك. هذا الصراحه ديالي ديالي ديال البارح اللي اكتشفتو، ولكن داز زوين زعما صراحه. الواحد خصو يصبر، هادشي اللي كاين، يعني مين تمشي الواحد اللي ما عندوش الصبر ما يصلحش ليه فواياج اورغانيزي. واللي كيصبر راه غادي زعما ما غاديش زعما ما يلقاش مشكل. هذا هو المشكل ديال، يعني كتكوني كتبقاي تسناي الناس كتبقاي هذا بحال كتشوفي واحد ضيع هذا الوقت. هذا مكان حبيباتي، نصور لكم واحد الوريضات. مصطفى باشا تبعنا تلنا ناري شحال كيحمقني هاد الشيء البنات. اتي راه بحال شوفوا شوفوا واو واو لوحه لوحه ما قلت لكمش البنات هذيك الحلوه اللي صورت لكم البارح عرفتي بشحال دايره 120 درهم لو مورسو 120 درهم الطريف. Mais c'est incroyable. زعما هذا تبقى تحطو تبقى تشوف فيه ما تاكلوش. Incroyable. J'adore انا j'adore هادشي. انا غير هاد لي كولور كتبقى تشوف فيهم وداكشي كنحمق على هادشي. شوف طبعا سير كيحمق
المهم هادشي كله اون با هانتوما كتشوفوا كاين مطاعم كلها اللي بغا عندنا ياكل ولا داكشي المهم هنا البنات راه كيكتبوا لكم كلشي يعني بالعربيه وبالانكلي هانتوما هنايا شفتوا كلشي مكتوب عندكم يعني ما غاديش تلفوا لقيتوا كتلقاو الناس راه كاين دونك حبيباتي صافي انا دخلت دابا هانتوما كتشوفوا الناس شادين النوبه ها هو التيكي كتقطعوا تما كتعطيه في الفحيط كيكون في بورطابل وكتقطعوا التيكي وانا داخله المهم انا كنكتشف معكم ما كدوزوا باش كيقلبوا لي باغاج اللي حاز لي صاك وداكشي مغفرة الذنوب دونك حبيباتي كيما كتشوفوا مازال كاين الفوق تبارك الله ما طلعناش حتى الفوق حيت الفوق بالنسبه للثمن ديالو الثمن ديالو شويه غالي تقريبا داير شي 1400 درهم ديالنا 1400 درهم عرفتي في الصاد ما نقول لكمش 1400 درهم ديالنا دونك الا طلعتي 124 ولا 125 طبقه كيف ما شفتوا معايا قبيله
كتخلصي تقريبا 550 درهم. الا بغيتي تطلعي حتى الفوق انا غادي نقول لكم. شوف هاتي مع الشمس ما كيبان لي والو. مع الشمس ما كيبان لي والو. دونك الا طلعتوا حتى الفوق كتخلصوا 1400 درهم. ولكن كنقول انا زعما صافي المهم شويه. الله يجعل شي بركه. المهم صافو لابين زعما تقولوا لي واش طلعي ولا صافو لابين. واحد الاحساس زوين زعما صراحه فن فن زعما صافي. دونك هنا حبيباتي دخلنا لداخل. دخلت لداخل. دخلت لداخل شويه بعدا هنا نبرد بقاتي راه قبيله واحد الصهودات. هنا كاين البنات دي سوفونير لا بغيتو شي حاجه سوفونير. دونك حبيباتي صافي خرجت زوينه زعما كانت رحله زوينه صراحه صافو لابين. دونك ان شاء الله هذا جيتو ضروري انكم تجيو ليها. ايوا دابا كان الثمن شويه غالي ولكن راكم عارفين اي حاجه كتكون دارها كتكون شويه غاليه. الواحد ما كيضمنش عمرو واش يعاود يجي ولا ما عرفش يجي. المهم جا واحد الحاجه خصو يشوفها. ايوا هادشي اللي كاين حبيباتي. دونك صافي كملت دابا.